السلام عليكم، اهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديوهات قناه فنون الكروشيه. النهارده مع بعض هنتعلم ازاي نعمل كرات البونبون بخيط الصوف وكرات البونبون. هوريكم ان شاء الله النهارده طريقه سهله جدا وبسيطه، بس حبيت في الاول كده اوريكم شويه كرات انا حضرتها عشان خاطر اشرح لكم فكره بسيطه جدا فيها. انا هنا استعملت كرات البونبون، لفتها على ايديا بس، عملت لها حوالي 90 لفة، ولكن انا هنا عملتها على 3 صوابع بس. هنا برضو 90 لفة بس على 4 صوابع. عشان كده حبيت اقول لكم ان انتي حجم البونبونة بتتحكمي فيها بعدد لفات الخيط، وكمان بلفة الخيط على سواء على صبعين او 3 او 4. يعني دي السيمون، دي الخيط السيمون اللي استعملته في الكرات البونبونة دي. انا لفيت على 4 صوابع، والعدد اللفات اللي استعملتها 90 لفة، وهنا برضو 90 لفة بس على 3 صوابع بس. تمام، انا هنا برضو استعملت هنا 90 لفة ولكن على صبعين اتنين. شايفين فرق الحجم عاملين ازاي؟ يعني عدد اللفات انت بتتحكمي فيها عشان تكبري حجم البونبونية، وبرضو بتتحكمي فيها في عدد لفات كان على صبعين او 3 او 4. وده شكل تاني برضو بس 60 لفة وكان على صبعين 2، وبرضو ده 60 لفة ولكن على 3 صوابع. فعشان كده لو انت حابة ان انت تكبري البونبونية بتاعتك، ما تكبريش بس عدد اللفات، لا بتلفيها سواء على صبعين او 3 كمان او 4 علشان خاطر تتحكمي في البونبونية بتاعتك ان كانت تبقى كبيرة او صغيرة. ازاي بقى هنعملها مع بعض؟ هنوريكم دلوقتي ازاي. انا كل اللي هحتاجه خيط صوف عندك وكمان مقص. انا هنا هعملها على ايد على 4 صوابع، هلف الخيط بالشكل ده كده. وطبعا انت لو هتعمليها كمية عايزة منها كذا واحدة وتكون قد بعض، فتاخدي بالك ان انت تاخدي بالك كويس جدا من العدد بتاعك. يعني في كل مرة هتعملي البونبونية بتاعتك لازم تعدي العدد بتاعك علشان خاطر ما تطلعش بونبونية كبيرة بونبونية صغيرة، يطلع العدد متساوي. عشان ما تطلعش بونبونية اكبر من البونبونية، خصوصا لو انت هتعمليه بالبونبوني ده هتركبيه سواء في شال او في كوفية او في اي حاجة انت، او في حزام، فانت محتاجة ان انت هتعملي منها عدد، فتعدي كويس قوي عدد اللفات بتاعتك. هتقص الخيط بتاعك وهتسيبي مسافة كبيرة كده منها. وانا بحب اعمل خيط يكون مجوز علشان خاطر يكون محبك في الربط بالشكل ده. هفردها كده قصادي وبالراحة جدا اطلع الخيط بتاعي من غير ما يتلخبط بالشكل ده كده، واحطها في وسط الخيط اللي عندي بالراحه. هسند بصبعي كده وشد. انا كده اتاكدت ان الخيط في وسط الخيط بتاعي اهو. هشد جامد وهغير الخيط واخد ربطه تانيه. خلاص بس استني كده واحاول اظبطها تاني. بحيث الخيط يكون في الوسط بالظبط بالشكل ده. واشد جامد واضير الربطة بتاعتي بالراحة واربط تاني ربطة وكمان اتنين. لازم تقفلها كويس قوي علشان خاطر ما تفكش منك بعد كده.
بالشكل ده، وبعملها على مجهود زي ما قلتلك عشان تكون متأكدة ان انت قافلة الخيط بتاعك كويس. وخليه طويل عشان خاطر لو حابة بعد كده ان انت تربطيه بنفس الخيط ده يكون معاكي مرتاح ومبقاش قصير. وتجيب المقص بتاعك بالراحة كده وتقصيها. هطير الناحية التانية واقص باقي الخيط اللي عندي بالشكل ده كده. وتفضلي تدوري لو في اي تانية من تانيات الخيط بحيث تفتحيها بالمقص بتاعك. تمسكها بالخيط بتاعك كويس كده وتحاولي تعدليها، وتيجي من تحت وتبداي تقصي في الخيط الزيادة بتاعك وتظبطيه على شكل الدوران وتشيلي كل الزيادة اللي عندك. وخلي المقص بتاعك يكون حامي علشان يقصلك الفتلة عدلة. بالشكل ده كده. وتفضلي تدوري على اي فتلة زيادة او طويلة وتظبطيها. وارجع تاني اهزها كده بحيث ان انا اظبط برضو الشكل بتاعي. تيجي على تحت ده تظبطيها طبعا. كل ما تعملي لفات الخيط كتير كل ما بتديكي كثافة اكتر وشكل اجمل للكرة البومبو. طبعا وانتي بتعملي كرات البونبون دي بتبقي فرشة حاجة طبعا عشان ايه القص بتاع الخيط ده هيبوظ طبعا الدنيا عندك. وفرافيت الخيط دي المقصوصة بتبقى صعبة تنضيفها، عشان كده لازم تفرشي حاجة تحت منك بحيث ان الخيط كله الزيادة ده يبقى سهل عليكي ان انت تنضفيه بعد كده. تفضلي تدوري اهو، هنا قابلنا فتلة فتحناها، وتفضلي كده تلفي وتقصي كل خيط زيادة عندك بحيث تظبطي شكل كرة البونبون عندك في النهاية انها شكل دايرة او دوران مظبوط اهو بالشكل ده كده. ده كده انا عملتلكوا هنا شكل كرة البونبون لو انت هتعمليها بخيط سادة زي دي بالظبط تمام. لو انت حباها ان انت تعمليها بالشكل ده هتستعملي لونين اتنين مع بعض، وتخليهم مع بعض كده بالشكل ده كده. وانا المرة دي هعملها على صبعين اتنين وهبدا الف بالشكل ده كده. بس قبل بقى ما ابدا برضو انا هنا هنضف معاكم الفرافيت دي. وبكده احنا نضفنا خلاص مكاننا عشان نعرف نبتدي كرة جديدة. انا هنا لفيت وهبدا اكمل لف بالشكل ده كده. وزي ما قلت لك تاخدي بالك لو انت هتعملي عدد من الكرات تاخدي بالك من العدد بتاعك. في كل مره مثلا 60 بتعدي في كل مره هتعملي عدد 60 عشان ما تطلعش معاكي واحده اكبر من واحده.
وبتتحكمي في العدد، في الحجم بتاع البونبونية من العدد، ومن كام هتلف الخيط، على 70 او 3 او 4. هقص الخيط كده، وهسيب منه مساحة مرتاحة، واعملها على مكوز بالشكل ده. وهحطها بنفس الطريقة كده على الترابيزة بتاعتك او قدامك، وبالراحة هتبدأي ان انتي تطلعي الخيط بتاعك بالراحة جدا، بحيث ما يتلخفنش منك. هتحطيها في نص الخيط بتاعك، وبتسنديها بصبعك اللي هو الصغير ده، وبتبدأي بالراحة خالص تربطي ربطة خفيفة بالشكل ده كده، لحد ما تتأكدي ان الخيط بتاعك في الوسط. الخيط بتاعك اهو، هبدأ أشد بقى جامد وارجع تاني أغير الشغل بتاعي كده، واربط ربطة كمان علشان أكون متأكدة منها محكمة. تمام كده، هجيب المقص بتاعي وابدا اقص تاني الخيط بالشكل ده كده. واجي هنا اقص كده، واجي من الجنب برضو كده اوسع، وامسك الخيط اللي انا قصيته واعدي المقص، وابدا اقص الجنب التاني بالشكل ده كده. خلاص انا ما عنديش خيط هنا ما اتقصش. تمام، هبدا كده اوسع بالراحه، بالشكل ده كده. همسك بالراحة جدا وابدأ اقص الخيط الزيادة برضو عندي تفضلي تظبطي بالمقص اي فتلة اطول من فتلة، بحيث كله يبقوا قد بعض. تمسكيها برضو كده وتفضلي تظبطيها بايديكي، حسيتي ان في جزء اكبر من جزء ظبطيها تاني بالمقص. بالشكل ده كده كده كرة البندون هنا عندك طلعت فتلة وفتلة، فتلة سكري وفتلة بخيط السماوي بالشكل زي دي كده بالظبط. لو انت بقى حابة ان انت هنا اهو تعمليه بالشكل ده كده، برضو هي سهلة جدا ما فيهاش اي مشكلة، بس برضو هنضف من قصادنا. بالشكل ده كده هجيب الخيط بتاعي هلفه بالشكل ده كده، بس ثانية واحدة هجيب اوله كده، تدخليه من اول صبعك بالشكل ده كده، وتبدأي تلفي بالراحة
وليكن لو انت هتعملي عددها 60 يبقى انت هتعملي 20 من اللون السماوي، وبترجعي تاني تحطي على صبعك باللون السكري وبتعملي 20 تانيين بالشكل ده كده. بحيث يبقوا كلهم متساويين في العدد، تمام. وهتيجي بالراحة خالص، هتجيبي الخيط السكري كده، عفوا السماوي، وتبدأي تلفي العشرين التلاتين لتمليت عدد رقم 60 بالشكل ده. هقص الخيط من هنا ومن هنا كده، وارجع تاني اقص الخيط اللي هربط بيه الكرة بتاعتي وافردها كده قدامي بالراحة، وابدأ بالراحة خالص اسلك الخيط بتاعي من صوابعي من غير ما يختلطوا على بعض. بالشكل ده عشان خاطر ما الشكل بتاعي ما يختلطش بالراحة. واحطه برضو في الوسط بتاعي وامسكها كده واربط الخيط برضو بنفس الطريقة بالراحة، واوسع الخيط كده واغير الشغل بتاعي عشان اكون متأكدة انها مربوطة كويس جدا، وشد جامد بالشكل ده، واربط كمان ربطة اخيرة كده. هجيب المقص بتاعي وابدأ اقص الخيط بتاعي بالشكل ده كده، وده الجنب التاني بالراحة. اخد المقص برضو واقص الخيط كله بالشكل ده. تمام كده، ازاي هزة كده خفيفة بحيث تتظبط عندي، واتنيها كده تانية بالراحة بحيث تبقى نص دايرة عشان يسهل عليا ان انا اسهل عليا ان انا اشيل الزيادة من حواليها بالشكل ده كده. وارجع تاني اهزها كده. طبعا انت ممكن تعمليها اشكال كتيرة، انت ممكن تعمليها نص ونص برضو بنفس الطريقة، ان انت مثلا بتلفي اللون السماوي بالعدد اللي انت حباه وبيكون اللون السكري نفس العدد ويكونوا جنب بعض، وترجعي تربطي وتقفليها برضو هيطلع معاكي النص ونص، او زي ما احنا شفنا هنا السماوي وبعد كده السكري وبعد كده السراوي، ويكون العدد بالتساوي بحيث البونبونية في الاخر تطلع كلها مقاس واحد ومظبوطه معاكي، والعدد بتاع الالوان مظبوط معاكي. هتبداي ممكن تظبطي كمان بعد ما نزلناها فينا شويه زوايد من الخيط، بالشكل ده كده ترجعي تهزيها تاني كده. هنضف معاكم المكان ده، وبكده ده منظر الكرات البونبون بتاعتنا. يا رب تكونوا استفدتوا معايا وتعلمتوا معايا ازاي تعملوا كرات البونبون بطريقة سهلة وبسيطة، وزي ما تتحكمي في العدد بتاعك في حجم البونبونية بتاعتك من العدد بتاعك ومن عدد لفات على صوابعك ان كانوا صبعين او ثلاثة او اربعة. وحبيت افوريكي ان عدد 90 هو
هنا وهنا بس كان على صبعين ولا ثلاثة. ويا رب تكونوا استفدتوا معايا ازاي نعمل كرات البونبون. وشكرا ليكم والسلام عليكم.